أهلا بكم من جديد. تحت شعار حماية إيران من أي اعتداء على أراضيها، تواصل طهران تعزيز ترسانتها العسكرية البرية والبحرية في وقت لا تزال تماطل في المفاوضات مع 5+1 على ملفها النووي. وما كشفته الاستخبارات الأمريكية أخيرا من أن البحرية الإيرانية وسعت من امتداد نطاق عملها إلى خارج المياه الإقليمية الإيرانية يضع علامات استفهام كبيرة حول الهدف الحقيقي من امتلاك هذه الترسانة العسكرية. ومع إصرار طهران على امتلاك صواريخ S-300 الروسية وإعلانها أمس الأول عن قرار بناء 10 مفاعلات نووية جديدة ونقل مسؤولية الأمن البحري من قيادة البحرية في القوات المسلحة إلى الحرس الثوري الإيراني، تزداد الشكوك في نيات إيران السيطرة على مياه الخليج العربي ومضيقي هرمز وخليج عدن. والسؤال، ما هي الخطوة التالية التي ستقدم عليها طهران؟ بغض النظر عما إذا كان تقرير استخبارات البحرية الأمريكية عن تعزيز إيران قدراتها البحرية في الخليج صحيحاً أم أنه يهدف للتهويل، إلا أن المؤكد كما توضح تصريحات المسؤولين الإيرانيين هو أن طهران تعزز بالفعل من قوة أسطولها البحري للجيش وللحرس الثوري وتعمل على مد وظيفتيهما إلى خارج المنطقة. إيران فوضت وبشكل كامل الحرس الثوري مهمة تحقيق أهدافها في الخليج وما تسميه حماية الخليج والرد على اعتداء يستهدفها، وهي تؤكد يوما بعد آخر أنها لن تتخلى عن برنامج تخصيب اليورانيوم وتعمل على تطوير قدراتها النووية في هذا الصعيد. وجاء في الدراسة الأمريكية أن قوات حرس الثورة الإيراني طورت قدراتها البحرية مستخدمة تكنولوجيات صينية وكورية شمالية وإيطالية، كما أنها أرسلت إلى مضيق هرمز حيث يمر 30% من إمدادات النفط العالمية من خلاله، أرسلت سفنها الهجومية السريعة ونصبت فيه أيضا صواريخ مضادة للسفن، وتعتزم إنتاج زوارق سريعة تعمل بدون طاقم ربما لاستخدامها في عمليات انتحارية. إلا أن التقرير تكهن في أن طهران لن تسارع إلى إغلاق مضيق هرمز كليا بسبب الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها في حال اتخذت قرارا من هذا القبيل. والتحديث الجديد للقوة البحرية الإيرانية يدعم ذراع الحرس الثوري البحرية من خلال إعادة الهيكلة ليصبح مسؤولا تماما عن عمليات الخليج في حال وقوع صراع. وبينت الدراسة أن البحرية الإيرانية بدأت برنامج إعادة الهيكلة منذ العام 2007، ومنذ ذلك الحين زادت من عدد زوارقها وقطعها البحرية في الخليج، وفتحت قواعد جديدة للقوتين البحريتين اللتين تتشاركان في العمليات في بحر قزوين والخليج وخليج عمان. ويمكن الإشارة أيضاً إلى ما يمكن اعتباره دليلا على هذا الانتشار الحديث من خلال أحدث تصريح لقائد البحرية في الجيش الإيراني عندما أبدى استعداد قواته المشاركة في مكافحة القراصنة في خليج عدن وملاحقتهم حتى داخل الأراضي الصومالية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لبسط النفوذ البحري الإيراني إلى منطقة مضيق باب المندب الذي يعتبر المنفذ الوحيد من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر ومنه إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى تعطيل قناة السويس المصرية. نجاح محمد علي، العربية.